الطوفي هل يسن لي رفع يدي للدعاء بعد التشهد وقبل السلام للدعاء أم أن ذلك يخل بالصلاة إذا رفعت يدي سواء كان فرض أو سنة؟ رفع الأيدي في الدعاء في التشهد الأخير بدعة، لا يجوز رفع الأيدي، بل يدعو بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بما ورد ولا يرفع يديه. نعم.